من امبارح وفي اخبار منتشرة عن ان وكالة واجي قدم الطلب باسم مونستيز، وبمجرد ما يتم قبول الطلب محدش هيقدر يستخدم الاسم ده الا وكالة واجي. وخلينا اتكلم معاكم عن الموضوع من البداية. في يوم 24 مايو اللي فات قدمت وكالة واجي الطلب ده، ومن المرة الاولى هتقدر تشوف بنفسك كم التشابه الكبير بين اسم مونستيز واسم فرقة الفتيات الجديدة بيبي منستر، وده اللي خلى عدد كبير من المعجبين يتفاعلوا مع الاخبار دي، واغلبهم كان شايف ان اسم مونستيز ممكن يكون اسم فاندوم بيبي منستر الجديد. ولكن بصراحة كل ما حبش الاسم ده، فاغلب التعليقات كانت شايفة انه مش لطيف ابدا، ودي بعض من اراء الجماهير الكورية. مونستيز بكل جدية انها مصحة، كيف يمكنهم اختيار اسم مضحك هكذا؟ لا، لماذا تم اختيار هذا الاسم؟ هل تلك هي كذبة ابريل مرة اخرى؟ من فضلك لا. اما بقى البعض التاني من الجمهور كان شايف ان اسم مونستيز هيكون اسم البضائع والسلع لفريد بيبي منستر، بمعنى ان الاسم ده مش اسم فاندوم بيبي منستر ولا اي حاجة، ولكنه ممكن يكون اسم المنتج اللي هتمثل المجموعة. اما بقى على الناحية التانية، في اخر مقابلة لفريد بيبي منستر اللي كانت امبارح يوم 3 يونيو على قناة كاس اف ام 102 على اليوتيوب، اتكلمت بيبي منستر عن فريد بلاك بينك وقدوتهم وفريتهم المفضلة. فتشيكيتا اصغر عضوة في المجموعة ما بطلتش كلام عن فريد بلاك بينك، وقالت مشاهدة عروض بلاك بينك جعلتني ارغب في ان اكون فنانة رائعة مثلهم تماما. بصراحة من لا يشعر بتلك الطريقة اتجاه بلاك بينك، وده شيء حقيقي تماما. فالكلمة ممكن تتقال عن عروض بلاك بينك العالمية انها كانت تاريخية. كما سأل المحاور بيبي منستر ما هي افضل نصيحة استمعتم لها على الاطلاق ومن من كانت، وهنا ردت فريد توالد: بالنسبة لي عندما ذهبت انا وتشيكيتا لتناول العشاء مع ليسا قالت لنا يمكنكم دايما التألق حتى لو لم تكونوا في المركز الاول. ليسا اني دايما ما كانت تقول لنا كلمات حكيمة. ولو حابب تعرف اخبار اكتر عن بيبي منستر وبلاك بينك خليك متابعني، وما تنساش تكتب لي في التعليقات انت هو رأيك في اخبار النهاردة، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.